من الجنوب اللبناني ينضم إلي الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من هناك. أهلا بك أحمد. خلال هذه الساعة بعد عملية أو الإعلان عن عملية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هل هناك أي سلوك استثنائي سواء من قبل حزب الله أو حتى من الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم، تحياتي لك في البداية. ربما الجبهة اللبنانية الجنوبية تشهد حتى الآن هدوءا حذرا على طول الحدود من أقصى القطاع الغربي وحتى هنا أقصى القطاع الشرقي للجنوب اللبناني. ربما لم يكسر ويخرق هذا الهدوء سوى قصف مدفعي أطلقته المدفعية الإسرائيلية على بلدة كفر كلا في هذا الاتجاه، وأيضا قصف مدفعي استهدف بلدة بيت ليف في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. بخلاف هذه العمليات من القصف المدفعي التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعيش الجبهة الجنوبية اللبنانية هدوءا حذرا على طول الحدود، كما أن هناك أيضا دوريات لليونيفيل تسير بين الحين والآخر، ولكن حتى الآن ربما هناك ترقب لما يمكن أن تسفر عليه الجبهة الجنوبية اللبنانية خلال الفترة المقبلة، لأن حزب الله لم يعلن حتى الآن رسميا وفاة أو اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر. البيان الذي أصدره قال أن الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت قد تعرضت بالفعل إلى اعتداء، ولم يقل أن هذا الاعتداء أسفر عن مقتل فؤاد شكر، ولكن كل ما قالوا أنه كان بالفعل يتواجد في المبنى أثناء القصف، وأكد أن الدفاع المدني اللبناني ربما يبحث حتى الآن بين الركام والأنقاض بحثا عن ناجين أو مصابين أو قتلى جراء هذه العملية. وأوضح أن هناك عدد من المسؤولين عن هذا الأمر، وحينها سيعلن المسؤولين عن الأمر. أحمد تفضل بالبقاء معي، سأعود إليك لا يزال على قيد الحياة. لكن ننوه إلى هذا الخبر، حيث أدانت جمهورية مصر العربية سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين، واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة. وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالاطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة ووضع حد لسياسة حافة الهاوية. واعتبرت مصر أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني. إذن نعيد على حضراتكم هذا البيان، حيث أدانت جمهورية مصر العربية سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين، واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة. وطلبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالاطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة ووضع حد لسياسة حافة الهاوية. واعتبرت مصر أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني. نعود مرة أخرى إلى الزميل أحمد سنجاب مراسلنا من الجنوب اللبناني. أحمد، كنت تتحدث عن أن فيما بعد محاولة الاغتيال أو الضربة الإسرائيلية التي حدثت في الضاحية الجنوبية لبيروت بالأمس، كان الهدوء ربما هو سمة الموقف ومسيطرا على الموقف عدا بعض ربما الضربات التي ربما وصفت بأنها طفيفة كانت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أحد المناطق في الجنوب اللبناني، ليس كذلك؟
نعم بكل تأكيد هذا هو ما حدث. الهدوء الحذر يسيطر على الجبهة الجنوبية اللبنانية باستثناء عملية قصف مدفعي بقذائف هاون على بلدة كفر كلا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. القصف استهدف مناطق مفتوحة وبالتالي لم تكن هناك أي خسائر بشرية أو مادية في هذه العملية. كان هناك قصف أيضا على أطراف بلدة بيت ليف ولم يؤدي هذا القصف إلى أي أيضا خسائر بشرية أو مادية. ربما هذه العمليات أو عمليات القصف المدفعي التي استهدفت البلدتين على مدار الساعات القليلة الماضية هما ما عكر صفو الهدوء الحذر على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية ترقبا للرد الذي قد يعلن عنه حزب الله خلال الساعات المقبلة، لأن حزب الله لم يعلن رسميا حتى الآن عن اغتيال المسؤول والقيادي في فؤاد شكر، وأكد أن الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والضحايا أغلبهم من المدنيين. فأضاف أيضا أن هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية بيروت ربما هو انتهاك إسرائيلي جديد وتطور جديد في العمليات، ولكن لم ينفي وجود القائد الرفيع المستوى في حزب الله فؤاد شكر في وجودها في المبنى، وقال أنه كان متواجد في المبنى ولكن فرق الإغاثة تعمل على رفع الأنقاض ببطء لأن نظرا لطبيعة المبنى وأيضا للحفاظ على أي ناجين من هذا الانفجار تحت الأنقاض، لأن الغارة استهدفت طابقين في هذا المبنى مما أدى إلى تدميرهما بشكل كبير، فيما هناك طوابق أخرى لم تتأثر جراء هذه الغارة، وهما يعني أن استهدافها كان بصواريخ شديدة الدقة في التوجيه. أكد أيضا أن في حال إعلان أي تطور فيما يتعلق بالقيادي في الحزب فؤاد شكر سيبنى على الشيء مقتضى، وهذه الكلمة التي ختم بها حزب الله بيانه ليؤكد أنه في حال إعلان أو كيف أو أي أمر سيتم إعلانه فيما يتعلق بهذا الأمر سيكون هناك مقتضى لهذا أو رد لهذه العملية، وخصوصا أنها استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت التي تعد المعقل الرئيسي لحزب الله والعاصمة الرئيسية أيضا لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت. طيب أحمد، هناك مؤشر هام متعلق بحركة قوات يونيفيل القوات الدولية في على الحدود أو الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، هذا مؤشر إما يزيد أو يقلل من مغبة ربما أو توقعات هجوم إسرائيلي كاسح على لبنان، كيف تبدو هذه التحركات الدولية لقوات يونيفيل في الحدود؟ تحركات اليونيفيل لا تزال مستمرة، هناك دوريات عديدة لليونيفيل خلال الساعات الماضية وخصوصا بعد الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية، كما كان هناك أيضا تصريح للمنسقة الأممية الخاصة بلبنان والتي قالت أنه لا حل عسكري للوضع في الجنوب اللبناني. معنى تحرك اليونيفيل أن لبنان لا يزال يتمسك بالحل السياسي والدبلوماسي للوضع على الجنوب اللبناني، لأن قوة اليونيفيل موجودة هنا وفقا للقرار 1701 وتقوم مهامها للقرار وفقا للقرار 1701. أيضا لبنان كان قد تقدم قبل أيام بطلب إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة من أجل تجديد مهمة قوة اليونيفيل في الجنوب اللبناني لعام إضافي، وهو ما يثبت أيضا أن لبنان متمسك بهذا الأمر. ولكن أكثر ما يقلق لبنان في هذه الأثناء وخصوصا بالتزامن مع زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام إلى العاصمة اللبنانية بيروت وإلى هنا الجنوب اللبناني، أيضا أكثر ما يقلق لبنان أن يتم مناقشة الأمر في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة القليلة المقبلة وخلال الأيام المقبلة، لأن عادة يصدر قرار التجديد في شهر أغسطس من كل عام، فمن المرتقب أن تكون هناك جلسة لمجلس الأمن خلال الفترة المقبلة لنظر قرار التجديد لليونيفيل، ولكن لبنان يخشى أن يكون هناك أي تعديل على مهمة اليونيفيل وعملها في الجنوب اللبناني أو خروج عمل اليونيفيل في الجنوب اللبناني عن الفصول التي تجعل هذه القوة الأممية خاضعة لمتابعة الدولة اللبنانية وأن يكون عملها بالتنسيق مع قوات الجيش اللبناني في الجنوب، فبالتالي هناك مشاورات مكثفة بشأن هذا الأمر في خلال هذه الزيارة التي يقوم بها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام إلى لبنان، أو خلال الاتصالات الدولية أيضا التي تجري والتي كان من بينها سلسلة من الاتصالات التي أجراها اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي سواء مع عدد من المسؤولين في أسبانيا أو سفير فرنسا في لبنان أو عدد من المسؤولين الآخرين، ولكن هذا هو ما يريد لبنان ضمانته أن تتواجد القوى الأممية وأن يكون هناك تطبيق كامل للقرار 1701 خلال الفترة المقبلة.
شكرا جزيلا أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من الجنوب اللبناني، شكرا لك على كل هذه المعلومات.